ويجز يتصدر الترند بسبب علم فلسطين في باريس. نشر المطرب الراب الشهير طبعا ويجز عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة ليه من على المسرح وهو في حفلة في باريس، لكن كان لابس علم فلسطين وسط الجمهور العربي أو الفرنسي اللي موجود في الحفلة. وطبعا أغلب الناس اعتبرت أن اللبس ده أو العلم الفلسطيني اللي ويجز لابسه هو دعم للقضية الفلسطينية. ونزل ويجز صورة على حسابه على الانستجرام وعلق عليها: ما كنتش متخيل ان هشوف الجمهور زي ده في باريس، بجد مبسوط بيكم قوي ومش قادر استنى المرة الجاية. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.